اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ومن هو نجم هذه المباراه. ازيك يا دكتور والف مبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. بالتاكيد في الفتره دي في الشهر ده تحديدا عندك 5 مباريات قبل مباراه سان داونز، مهم فيهم ان انت تحافظ على صداره الدوري. 4 مهم جدا ان انت، يعني انت عندك الاول ماتش النهارده بيراميدز، بعد كده الجيش، بعد كده المصري، بعد كده ماتشين زمالك. مهم ان انت تحافظ على المكسب وما تفقدش نقاط، وفي نفس الوقت تطلع بمكاسب، تجهز بعض اللعيبه مكاسب يعني تكسبهم في مباراة افريقيا. زي النهارده مين؟ اليو باجي لما شفناه ونزل وعمل جون واسيست، انت كده بتكسب لعيب. زي محمود متولي لما بيرجع لمركز قلب الدفاع وبيمشي بشكل كويس بتكسبه، وفي نفس الوقت محافظ على صداره الدوري بعد فوق، بعد 13 مباراه انت في الصداره الحمد لله ب 13 فوز. فدي كل ده اهم مكسب من المباراه، اهم مكسب من المرحله دي، ان انت تكسب ماتش بماتشه وفي نفس الوقت ما تفقدش نقاط خالص. في نفس الوقت لو عرفت تطلع بمكسب نجم او اتنين من كل ماتش كده، ما يكونش مثلا بقاله فتره، او مثلا كهربا باذن الله الفتره الجايه، رمضان لما يرجع، الحاجات دي كلها مهمه جدا في الفتره دي تحديدا. النهارده بصراحه المباراه بعنوان كل ما هو اليو فهو جميل. حلو ده. كل ما هو اليو فهو جميل، سواء اليو ديانج او اليو باجي، صراحه الاتنين يستحقوا هم نجوم المباراه. بس الاول خلينا نقول ان النادي الاهلي اول مره يتاخر في النتيجه ويعمل كومباك مع فايلر. دي حاجة نقطة مهمة جدا، ان انت شخصيا ان انت تكسب المباريات الكبيرة. السنة اللي فاتت لاسارتي بصراحة كان عنده النقطة دي ما كانتش موجودة، اللي هي شخصية المباريات الكبيرة. فايلر السنة دي لا، عنده شخصية المباريات الكبيرة. انت النهاردة السنة دي كسبت بيراميدز، كسبت المقاولين، كسبت الاتحاد، كسبت الاسماعيلي، الأربع فرق الكبار اللي انت قابلتهم أو التاني والتالت على الدوري وبيراميدز، ولسه طبعا لما تقابل كمان الزمالك، وكسب برضه فايلر الزمالك في السوبر، وبالتالي كل المباريات الكبيرة اللي فايلر خدها كسبها. وبالتالي عنده شخصية المباراة الكبيرة. كمان كسرنا حتة الأربع مباريات، بقى لنا 4 مباريات بيراميدز متفوق على النادي الأهلي، النهاردة بتكسرها، فدي حاجة مهمة جدا. بصراحة زي ما قلنا كل ما هو أليو فهو جميل. أليو ديانج بيستحق رجل المباراة، يعني بصراحة كانت النادي الأهلي يعني كمان بنشوفه بيقطع الكورة، دوره مهم جدا هنا في الحتة دي، في استعادة الكرة الثانية للنادي الأهلي، في قطع الكرات، الفوز بالالتحامات، بيعمل لك سيطرة واستحواذ على وسط الملعب، وفي نفس الوقت بيكمل ليه دور هجومي. كمان تمريراته كمان للأمام، يعني احنا شفنا في الهدف الأول عمل أسيست، الهدف الثاني هو اللي جايب الجون، فدي نقطة مهمة جدا. على فكرة احنا قبل المباراة قلنا ايه؟ قلنا ان نقطة ضعف بيراميدز أسوأ فريق في الدوري في الضربات الركنية والضربات الثابتة. الجون الأول جاي من ضربة ثابتة والثاني من ضربة ركنية. ده أبرز نقطة ضعف لنادي بيراميدز، الضربات الثابتة والضربات الركنية. زي ما احنا شايفين اليو باجي في الكره دي نقطه مهمه جدا، حته الالتحامات، انت مفتقد المهاجم الطويل. طبعا عندك مروان برضو، اليو باجي بيضيف لك الحته دي ان هو بيريح الكره براسه لاليو ديانج. لو استعرضنا ارقام رجل المباراه اليو ديانج هنبص نلاقي ان هو بسم الله ما شاء الله. هو اليو ديانج في حاجه واحده بس لو اتطورت هيبقى فعلا كانت، يعني كانت النادي الاهلي، الحته ان هو اول المباراه ما بيكونش نفس الريتم اللي في اخر المباراه او في الشوط الثاني تحديدا. لو بدا المباراه بنفس الريتم اللي بيبدا بيه الشوط الثاني تحديدا، مستواه وارقامه بتعلى قوي. يعني تلاقي معدل قطع الكرات مثلا الشوط الاول 7 أو 8، تبص تلاقي الشوط الثاني نط ل 12 أو 13. فدي الحاجه اللي محتاج يطورها كمان. اليو ديانج طبعا لعب 90 دقيقه قدامنا ارقامه على الشاشه، احرز هدف، صنع هدف، ثاني اكتر لاعب قطع الكوره 17 مره، اكثر من استعاد السكند بول 14 مره، ليه مراوغتين ناجحتين، وفي نفس الوقت اكتر واحد عمل محاولات على المرمى بالتساوي مع وليد سليمان، 2 محاوله على المرمى، ليه عرضيه واحده، ثالث اكتر لاعب عمل تمريرات بعد ايمن اشرف ومحمود متولي كان اليو ديانج. التمريرات الطوليه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التمريرات الطوليه للامام، عامل 7 تمريرات طوليه منهم 2 صح، الاثنين اللي كانوا صح دول كانوا في الشوط الثاني. فده تاكيد برضو على كلام ان اليو ديانج دايما في الشوط الثاني الريتم بتاعه ومستواه بيزيد. حصل على اخطاء واحد وارتكب خطا واحد. كمان دور اليو ديانج مهم جدا في التغطيه على الباكات، في التغطيه على معلول والتغطيه على احمد فتحي. بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وجود لاعب زي اليو ديانج. النقطه الثانيه واللاعب الثاني اليو باجي الفعال المؤثر، نزل حسنا بخطوره، وهنا تغييرات فايلر تحسب له. لما انت باجي بيعمل جون واسيست، وليد سليمان بينزل بيبقى اكتر لاعب بالتساوي مع ديانج في المحاولات، قدامنا ارقام اليو باجي طبعا هو احرز هدف، صنع هدف، ده كل ده في قد ايه؟ في 27 دقيقه.
وبالتالي يستحق تقييم عالي لانه احرز هدف وصنع هدف في 27 دقيقه لعبها، عمل محاوله على المرمى، ليه عرضيتين وفاز بالتحامات هوائيه 2. دي النقطه المهمه، هو ميزته ان هو طوله دايما، مراوغات الناجحه 1، نسبه دقه التمريرات 66.6%، ارتكب اخطاء 1. اذا انت النهارده زي ما قلت لحضرتك في البدايه، مهم انك تحافظ على الصداره وما تفقدش نقاط، وفي نفس الوقت تطلع بلاعب مكسب كده زي اليو بادجي، يجيب لك جون واسيست وبالتالي بتكسبه، الماتش الجاي ان شاء الله يجيب جون تاني، يبقى انت كسبت مهاجم تقيل في الفرقه، يديك تقل في الحته الاماميه، دي النقطه المهمه جدا. رقم 3 ما ينفعش ننساه بصراحه، محمد الشناوي. محمد الشناوي من وجهه نظري كان نقطه التحول في المباراه في الضربه الركنيه اللي كان علي جبر، دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نصلحها في الفتره الجايه، الضربات الركنيه. النهارده بيراميدز في احصائيات المباراه، لو استعرضنا احصائيات المباراه برضو هنلاقي ان الضربات الركنيه البيراميدز هم حصلوا على 5 ضربات ركنيه، منهم كان 2 خطر، يعني الضرب ده الانقاذ المباراه اللي قدامنا على الشاشه. طبعا نقطه تحول المباراه من محمد الشناوي، النتيجه كانت هتبقى من 2-1 لبيراميدز، حولها ل 2-1، اذا ده يستحق تقييم عالي. ليه؟ لان هو كده بقى نقطه تحول، سرعه رد الفعل دايما عند محمد الشناوي موجوده، بصراحه ارقامه مميزه جدا. نستعرض ارقامه بقى هنلاقي ان هو عمل 7 تمريرات طوليه، 11 تمريره قصيره، عدد الانقاذات كام؟ 2، تصدي صحيح للتسديدات 2 من 3، واحده بس دخلت شباكه بنسبه نجاح 66.6%، ما خرجش ولا مره غلط على ولا عرضيه، خروج صحيح على العرضيات 5، التمريرات الطوليه 7، نسبه نجاح التمريرات الطوليه دي 28.7% او 75%، والتمريرات القصيره 11. زي ما اتكلمنا على، نبص بقى على احصائيات المباراه هنلاقي في حاجات مهمه جدا برضو في احصائيات المباراه. انت النهارده بتلعب مباراه كبيره قدام نادي بيراميدز، الاستحواذ بتاعك بتاع النادي الاهلي 57%، بيراميدز 43%، طب عدد التمريرات 450 مقابل 331، النادي الاهلي عدى 400 كالعاده، عدد العرضيات 32 عرضيه للنادي الاهلي مقابل 15 لنادي بيراميدز، المحاولات على المرمى 11 للنادي الاهلي، 5 منهم صح و7 لنادي بيراميدز، 3 منهم صح، الركنيات 6 للنادي الاهلي و5 لنادي بيراميدز. ده برضو نقطه تقول لك يعني بيراميدز راحوا علينا بخمس ركنيات ضربات ركنيه، يعني كان 2 منهم مؤثرين، وبالتالي انت احنا محتاجين دايما نطور في الفتره دي، نستفاد ونطور من نفسنا ونعالج السلبيات الموجوده. طيب بالنسبة للحصول على الأخطاء، 23 خطأ للنادي الأهلي مقابل 16 خطأ لبيراميدز، وهنا احنا كنا الحلقة اللي فاتت قلنا ايه؟ إن النادي الأهلي محتاج يطور الضربات الركنية والضربات الثابتة، النهاردة أنت جايب جون من ضربة ركنية وضربة ثابتة، إذن تعظيم سلام لفايلر في حتة استغلال الضربات الثابتة. تمام. برضو في واحد، في اتنين تحديدا ما ينفعش ننسى دورهم النهاردة. آخر اتنين، اتفضل. آخر اتنين، أيمن أشرف وعلي معلول. تمام. أيمن أشرف بصراحة من تحت، يعني من الهجمة من تحت، ما شاء الله عليه في بناء الهجمه، وفي اي حته بتحطه بتلاقيه موجود، جندي مجهول، مساك بتلاقيه حاضر هلعب، باك شمال بيلعب حاضر ما شاء الله، ده انا احترم اللاعب ده بصراحه، اكتر لاعب النهارده قطع الكوره 18 مره، واكتر كمان واحد فاز بالتحامات هوائيه، وكان ليه دور كبير جدا مع محولي الاثنين المساكين. نستعرض ارقامه بسرعه قدام، يعني اثنين مساكين ابطلوا خطوره جون انتوي، الارقام قدامنا على الشاشه اهو، ادي ايمن اشرف قطع الكوره 18 مره، محمود متولي 17 مره. تمام. التمرير الطولي بتاع محمود متولي 13 لمحمود متولي مقابل 10 لايمن اشرف، اذا الاثنين ميزتهم ان هم بيحضروا الهجمه من تحت، الاثنين في قطع الكرات كانوا كويسين. بالنسبه لارتكاب الاخطاء، ايمن اشرف ارتكب خطأين ومحمود متولي خطأ واحد، دي ارقام المدافعين. برضو اللاعب اللي ما ينفعش برضو ننسى دوره علي معلول. علي معلول في اقل بصمه لي النهارده اكتر من صنع فرص لزملائه، 5 فرص. الهدفين اللي احنا جبناهم جايين من عند علي معلول، بدايتهم عرضيات من علي معلول، وبالتالي ده لعيب مؤثر جدا. النهارده علي معلول اكتر لاعب عمل عرضيات في المباراه، عمل 11 عرضيه، احنا قلنا النادي الاهلي عامل كام عرضيه؟ 32، منهم 11 لعلي معلول، ادي الهدف بدايته جاي من عند علي معلول، عرضيه الهدف الاول، والهدف الثاني برضه الضربه الركنيه، ده الهدف الاول اللي هو الضربه الثابته جاي من عند علي معلول، والهدف الثاني بقى نعرضه برده هنلاقي اهو، هنلاقي ان ايه؟ ان الهدف الثاني برده جاي من عند علي معلول، الضربه الركنيه اللي هي اتلعبت على طول. تمام؟ تمام. ده بالتالي علي معلول ارقامه جيده جدا، معانا برده ارقامه على الشاشه، هنلاقي ان هو عمل 11 عرضيه منهم 4 صح، واكتر من صنع فرص لزملائه 5 فرص، باك شمال صنع 5 فرص. ميزه علي معلول دايما الفاعليه.
وحصل على 3 اخطاء. قدامنا الارقام على الشاشه، قطع الكوره 7 مرات. احمد فتحي برضو قدم دور دفاعي مهم جدا تحديدا في الشوط الاول بصراحه، قطع الكوره 15 مره، رقم كويس، وعمل 8 عرضيات. بالنسبه للعرضيات الصحيحه، معلول 4 من 11، احمد فتحي 2 من 8، وبالتالي احمد فتحي برضو قدم مباراه كويسه تحديدا على المستوى الدفاعي، معلول قدم مباراه كويسه تحديدا على المستوى الهجومي. طيب اللي كان يعني يعتبره بعد كده بقى في التقييم النهارده عمرو السوليه تحديدا، يعني نوعا ما كان عمرو مين بقى اللي بعد عمرو السوليه كان غير موفق شويه في حته قطع الكرات، ما كانش في مستواه اللي هو كان في المباراه اللي فاتت تحديدا. قفشه، الشحات برضو النهارده عمل محاوله على المرمى، اجاييه قطع الكره 3 مرات، كان ليه محاوله واحده بس على المرمى، مروان محسن كان ليه محاوله واحده بس على المرمى وفاز بالتحامين هوائيين. تمام، اذا اليو ديانج يستحق ان يكون نجم هذه المباراه بصراحه، اليو ديانج وبعد كده اليو باجي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك يا دكتور احمد. الله يبارك في حضرتك، وشكرا جدا وبالتوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه.